اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بضيوفي الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق كره اليد سيدات. اهلا بك يا كابتن يحيى. اهلا بك يا كابتن يوسف. والف مبروك. الله يبارك فيك. نور فيك ان شاء الله الدوري يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. برحب بسندس حشانه نجمه النادي الاهلي ونجمه طبعا المنتخب التونسي والمنضمه والمحترفه السنه دي مع النادي الاهلي. اهلا بك يا سندس. شكرا على الاضافه ومرحبا. شكرا ومبروك على البطولات. بارك الله فيك عايشك. كابتن يحيى جه لك يمكن السنه اللي فاتت انت توليت المسؤوليه. نرجع شويه يعني فلاش باك كده بعد توقف كورونا توليت المسؤوليه وحاولت بمجهود كبير ان انت تلحق الموسم اللي فات زي ما بيقولوا. أيوة. ولكن قد يعني ايه ما كانش صعب، كان فاضل كام جوله كنا متاخرين شويه. كلمني عن بدايه استلام مهمتك مع الفريق. هو طبعا انا استلمت في شهر 2 السنه اللي فاتت، كانوا هم خسروا ماتش سبورت في اسكندريه فتوليت المسؤوليه ولعبت ماتشين ثلاثه وبعد كده موضوع الكوره ده دخل علينا واتقفلت الدنيا اصلا خالص يعني. وبدينا رجعنا تاني يوم 5/7 بالظبط كده وسقنا في البطوله طبعا. وكنا للاسف ان احنا كنا يعني فرق بيننا وبين فريق الشمس 4 نقاط، فلازم كنا ان احنا نكسب كل الماتشات ونكسب الشمس عشان يحصل ماتش فيصل. كسبنا الحمد لله كله بس ما عدا ماتش الشمس طبعا ربنا ما وفقناش وساعتها يعني. وكان يعني الماتش ده في نادي الشمس وكان في نادي الشمس يعني وكان الدنيا ماشيه وكل حاجه بس طبعا كان عندي اصابات طبعا وكانت مكمله طبعا وكده. وموضوع اللي برضو اللي احنا وقفنا وكانت سندس مش موجوده كمان. لا مش موجوده يعني طبعا مش موجوده طبعا. وكانت غدا برضو حسام وغدا مش موجوده طبعا وكان في اصابات عندي والحد كلها فما قدرناش يعني ان احنا نكسب الماتش ده عشان يحصل ماتش فيصل. بس احنا كان عندنا اصرار ان احنا كنا عايزين نكسب يعني بس. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فبس بعد ما خلص الماتش ده وكده قررنا ان احنا خلاص وقعدت مع البنات وان احنا هدفنا خلاص ان شاء الله نرجع تاني اول زي العادي اصلا ده بتاع النادي الاهلي ان هم بنات النادي الاهلي سيدات هنبول اللي هم ابطال من زمان جدا 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 دايما بيحرزوا ال3 بطولات وال4 بطولات بالسوبر كمان. فكلمتهم في الحته دي يعني ان هم لازم نرجع تاني لبطولات النادي الاهلي وده جزء كبير حصل يعني وكده. طبعا اضافه طبعا سندس اضافه غدا حسام طبعا فعمل اضافه مع الحمد لله شغلنا وكده حصل. لا ده انا هخش معاك بقى في الموسم الجديد بس ده كانت يعني لقطه سريعه كده مع بدايه الموسم واللي تعرضت له مع بدايه الموسم.